اما هلا سلمى بننتقل لمحطتنا التاليه، ودائما بنسلط الضوء على كثير من المواضيع بتخص الاطفال، وبنحكي اليوم عن تعلق الاطفال بالموبايل والشاشات الحديثه والتابات. اليوم عم نشوف يمكن كثير من الاهالي عم يعطوا اولادهم هي الاجهزه ولساعات طويله، وللاسف الى اثار يمكن ذكرناها بكثير من الحلقات، يمكن على تعلمه، صعوبه نطق، صعوبه تعلم، الى كثير من المضار الاساسيه. صحيح، ولكن اليوم رح نحكي عن شيء عاده ما كثير بنحكي عنه. صحيح. اللي هو أظهرته الأبحاث مؤخرا بعض الجوانب الإيجابية للتكنولوجيا على الأطفال، من خلال أنه أحيانا الاستخدام الصحيح لأجهزة الكمبيوتر أو التابات أو غيرها ممكن يكون مساهم بتطوير التفكير عند الأطفال، وأيضا توسيع مداركهم وطريقة حفظهم بسرعة أكبر. يمكن نستغرب عند البعض من هي الدراسات والأبحاث، رح نحكي بالتفصيل أكثر كيف ممكن نستفيد من التكنولوجيا وغيرها من الأسئلة اللي رح نحكي عنها مع ضيفتنا لليوم بالاستوديو اختصاصية رياض الأطفال أستاذة سماهر عربي. أهلا وسهلا فيك أستاذة. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحكم. يسعد صباحك. دائما بنحكي عن التطور والحداثة والتكنولوجيا وأهم الآثار، إذا بدنا نقول السلبية أو الإيجابية. خلينا قبل ما نبدأ نحكي عن الآثار الإيجابية، اليوم الأهل عم نشوف في لهم توجه كتير كبير لأنه يعطوا أولادهم الموبايل لساعات طويلة. تمام. فعلياً يمكن لأنه بيشتغلوا لساعات طويلة في عندهم ضغوطات يومية، فبتلاقي ما لهم أخلاق، يعني خلقهم ضيق. قد إيه له آثار يمكن على شخصية الطفل؟ وإيمت بنوقف عند هي النقطة بنقول تحول الموضوع لمشكلة، خلص ما بقى انه شيء طبيعي عم يعني معطيه بشكل مستمر، الولد متعلق فيه وما فيكي بقى عنده هيك تركيز وتشتت انتباه بشكل كبير. هلا الطفل لما بيحمل الموبايل مثلا باوقات عاديه ممكن، لما بصير عنده تشتت، بصير عنده قله انتباه، بصير عنده عصبيه زايده، هون لما بتسحب منه الموبايل بصير بيعصب كثير لدرجه انه يعني هو يعني كثير بينزعج، فهون صارت عنده مثل حاله ادمان. نحن بهي الحاله لازم فورا نوقف الموبايل او نعطيها بساعات مثلا معينه محدده. تمام. صحيح. طيب خلينا كمان نحكي اليوم، بعض الاهل بهدف تهدئه الاطفال بيلجأوا لهذا الاسلوب انه بيعطوه الموبايل للطفل انه خلص هيك هو بيهدى، بيلعب، بيتسلى، بينسى الموضوع. بنفس الوقت نحن عم نعوده على عاده سلبيه، عم نربط. نحن بنعرف دائما حتى قبل التكنولوجيا كانوا يحكوا ما تربطوا شيء بشيء مشان ما يصير عاده. تمام. ان كان باسلوب النوم، بالغذاء، ما تخلي انه خلص اذا اخذت هي معناته هي، ف بعدين بيصير الفطام عنا كثير صعب. خلينا نحكي عن الاثار السلبيه لهذا الموضوع. هلا الاثار السلبيه بصراحه كثير كبيره للموبايل وللجوالات وللشاشات الالكترونيه. هلا اول شغله ممكن تشتت انتباه الطفل، العدوانيه بشكل كثير كبير من الالعاب او من الاشياء اللي بشوفها، قله التركيز، تشتت الافكار. صحيح. العصبية الزايدة كمان ممكن يعمل مشاكل عند الطفل بالأكل، ما عم بصير بياكل منيح. عندك كمان بيعمل مشاكل بالنظر مثلا، بيأذي العيون، بيأذي للدماغ، بصير عنده الولد تشتت كتير وما عنده تركيز أبدا، قلة انتباه كتير. فهي كتير بتأثر، يعني كتير أثار سلبية على الطفل غير عن الحالات الصحية. تمام. طيب خلينا نحكي يمكن اليوم كيف فينا ما نخلي الطفل يتعلق بالشاشة أو الموبايل، كيف فيهم الأهل يمكن يتعاملوا معه بطريقة أذكى اليوم ويستفادوا؟ اليوم يمكن عبر الموبايل في الولد يتعلم لغة، في الولد يتعلم بعض المهارات، وما يكون في باب تواصل للتعلق، يعني في ساعات محددة من البداية، وقت محدد، كيف وقت الدرس، وقت الأكل يكون في له وقت. لأنه يمكن من فترة شفنا سلمى ضجة مواقع التواصل الاجتماعي، أم عم تعاقب ابنها أخذت منه التاب، أم شفتي طريقة العنف ورد العنف، لأنه أساسا كان في تعامل سيء، يعني عمل ردة فعل عنيفة جدا على أهله وعلى البيت. فخلينا نعمل ما نوصل لهي المرحلة، لأنه نحن عم نحكي بتستمر يعني لسنوات طويلة مع الطفل. كيف فيني أنا استثمر هي الآلة أو هذا الجهاز بطريقة صحية وسليمة ونمي مهارات طفلي؟ هلق الموبايل أو الجوال مثل ما هو له سلبيات، له كمان شغلات. صحيح. حلوة. هلق هو ممكن يساعدنا في شغلات تعليمية للولد،
ممكن يستفيد من معلومات، في معلومات كتير حلوة بالموبايل أو على النت. كمان بيساعدنا على تعلم اللغات للطفل مثل ما حكيتي. أنا ممكن أعلم ابني مثلا الألوان، شو الألوان، بيشوف اللون، بيذكر اسمه بالعربي، بيذكر اسمه بالإنجليزي. مثلا الحيوانات ممكن يشوف، يتعرف على مثلا شو اسم الحيوان، شو بياكل، كيف صوته، شو اسمه، كمان بالانجليزي بيتعلم لغات. حتى ممكن يشوف مهارات بتنمي كمان حتى عنده الذكاء، بس بشكل محدود. يعني احنا ما نوصل بالموبايل لدرجه الادمان. صحيح. حتى بس بدك تاخذي الموبايل من الولد بصير عنده عصبيه كثير، بصير عدواني كثير. فنحن ممكن نستثمره باشياء تعليميه وهادفة، أو ألعاب حتى هادفة. في ألعاب مسلية كمان بتنمي الذكاء عند الطفل حتى بالموبايل، بتصير عنده تركيز. بس نحن ما نستنى ليصير عنده حالة توحد أنه هو بس بهذا العالم وخلص. صحيح. أستاذة ماهر، كمان خلينا نحكي باعتبار حضرتك ضمن مجالك، أنت دائما قريبة من الأطفال ومختصة ببرامج معينة لرعايتهم. خلينا نقول اليوم في كثير وسائل صارت مفيدة بتخلي الطفل ينجذب للشيء الإيجابي بهي الأجهزة اللي أصبحت واقع ما فينا نلغيه، بس عم نتعامل معه، عم نتعامل مع آثاره مثل ما بيقولوا. تحكي لنا عن بعض هاي الوسائل. هلق في وسائل كتير، في عندك كتير ألعاب مع الطفل، للطفل إنه خاصة بتنمي ذكاء أو بتنمي عنده التركيز والانتباه. في ألعاب مثلا البولينج، لعبة البولينج كتير حلوة، ممكن الولد يصف البولينج ويزت الطابة، هاي كتير بتساعد على التركيز. طبعا بده الولد حدا يكون مشارك معه ويكون عم يلعب معه، لحاله ما بيستمتع، أو حتى مع حدا من عمره بمل شوي. ممكن يلعب مثلا مع الأم، ممكن تساعده بألعاب التركيب والفك، ألعاب البناء، ممكن يشكل أي شيء، ممكن يشكل سيارة بألعاب الفك والتركيب، أو يشكل دراجة. حتى في ألعاب تعليمية مثل الرسم، الأشغال، التلوين. حتى التلوين يعني بينمي عضلات الطفل، وبيصير عنده يعني حالة إنه يعني بحب يرسم، بحب يلون مع الأهل أو حتى مع الأم. الأم إذا بتفضى كمان للطفل شوي بيكون شيء كتير حلو. طبعا في كتير أمهات وقتها ضيق بالشغل وبالعمل وساعات طويلة، بس كمان الولد بحب إنه أمه تساعده أو أمه تلعبه أو أمه تركب معه أو تفك معه هاي الألعاب. في كمان ألعاب مثل القصص، في قصص فيك تحكي قصص للطفل، بياخذ منها شغلات هادفه، بيتعلم منها معلومات كمان هادفه. نحن مو كله على الموبايل. في كمان عندك الرحلات او الزيارات العائليه، زيارات مثلا جارتي عندها اطفال، ممكن يلعب مع اطفالها، يصير في تواصل لغوي، تواصل بصري، بيحكي بيلعب. اما بينما بده يضل على الموبايل، هذا الولد عم يتصل بس بالموبايل، انه ما عم يحكي، ما عم يشارك اي حدا باي شيء. حتى ممكن نسجله بنادي اذا الام مثلا ما فاضي انه تلعب الولد. الالعاب الحركيه كثير حلوه وبتفضي طاقه للطفل، يعني بتفرغ كثير طاقه عند الولد، لانه هو بيكون عنده كبت، عنده هي القاعده اللي بالبيت اللي هي روتين. صحيح. روتين تمام. هسه انا اذا مو فاضي انا لعب ابني العاب رياضيه او العاب يفرغ طاقته فيها، ممكن نسجله بنادي مثلا. كمان هي العاب كثير حلوه وبتقوي عضلات الطفل، بتنشط الجسم. طيب خلينا نحكي استاذه سماهر، يمكن كثير من الدراسات اشارت انه يجب عدم اعطاء الموبايل او الاجهزه الحديثه للاطفال باي عمر مبكر. شو السن المناسب للطفل ممكن خليه يبلش يتفرج على الموبايل او هيدا الجهاز؟ لانه عم نتفاجئ اليوم كثير من الاهالي عم يعطوهم بعمر كثير صغير للاسف. يعني بتحسي الولد بعمره سنه او سنه ونص ماسك الموبايل ومتعلق فيه بطريقه كثير غريبه. هلق لعمر السنتين ممنوع منع بات انه الولد يمسك موبايل او انه يتفرج حتى مع امه، لانه بصير بيتعلق فيه. لعمر السنتين ممنوع الطفل يمسك موبايل او انه يصير يتعلق بهي الشاشات الالكترونيه، لانه بهذا السن الولد بيكون يعني عقله عم بينمو بهدول السنتين.
اول سنتين كثير بيكون الطفل يعني عقله واعي لهالشغلات، فهو نحن مشان ما ننميه على هي القصص وهي الشاشات لازم لعمر السنتين ما يمسك موبايل ابدا. السن المناسب ممكن يكون مثلا من عمر السنتين لعمر الست سنوات بس باوقات محدوده، مثلا ممكن بالاسبوع كله انا اعطي ابني 4 ايام بس الموبايل او 3 ايام حسب ما تقدري انك تضبطي الولد، 4 ايام او 5 ايام ممكن، بس كل يوم يكون ساعه واحده. ساعه واحده هي كافيه لانه الطفل يتفرج يستمتع شوي يتعلم شوي ممكن وخلص انتهينا، هي ساعه واحده مثلا باليوم. والولد لما بيلتزم بهي الساعه نحن المفروض نكافئه، لان انت لما بتكافئ الطفل انه هو خلص التزم بالشروط التزم بالقوانين انا بكافئه، بصير هو عنده على طول انه خلص انه انا وقتي هي الساعه، تمام هي الساعه بتكافئي عليها بيلتزم فيها. حتى الولد امه قدامه بتكون هي صوره لإله او هي قدوه لإله، الولد لما بيشوف امه حامله الموبايل لساعات طويله مثلا او انه عنده شغل عنده شيء بتخلص بسرعه وبترجع بتمسك الموبايل، فهو ما رح يقتنع انك انه انا بس ساعه امسك الموبايل وانت تمسكي. فهي الام قدوه او الاهل الاباء والامهات هني قدوه للاولاد، فانت كمان يعني نصيحه انه خففي من استعمال الجوال قدام ابنك لحتى هو يلتزم باللي انت بدك تنبهي عليه. طيب اليوم خلينا هيك بملخص حديثنا لليوم بالختام، ابرز النصائح اللي بتحبي توجهيها لكل الاهالي اللي عم بيعانوا مشاكل مع الاجهزه الالكترونيه، وايضا نصائح مثل ما قلنا ببدايه حديثنا اليوم عم نضيء على جهه ايجابيه اللي هي توسيع المدارك بالاستخدام الجيد لهي الوسائل. تمام. النصائح هلا اول شغله اشغال الطفل بالعاب، ممكن ألعاب حركية مثل ما قلنا ألعاب فك وتركيب وبناء، في ألعاب رياضية حركية، حتى مثل ما قلنا أنه الأم ما تمسك الموبايل وقت طويل قدام طفلة. أنا بنصح أنه يسجلوا مثلا أطفالهم بنوادي، ممكن شطرنج كمان كتير حلوة وهي لعبة ذكاء. أنا كمان لما بشتغل مع ابني أعمال يدوية، كمان انا لما بتفرغ شوي لابني بشتغل معه اعمال يدويه كثير بينبسط الولد فيها، بحس انه هو عمل انجاز او انه هو يعني اشتغل شيء حلو، ممكن يحطه صمديه مثلا، حتى بالاشغال بالورق ممكن يعمل طياره ورقيه، ممكن يعمل يعني اي شيء نحن ممكن نعمل فيه انشطه، غير عن الزيارات العائليه مثل ما حكينا كمان كثير حلوه، الرحلات الطلعات الولد انه يعني يندمج مع أطفال تانين، فكتير بيكون شغلة حلوة وبتبعده شوي عن الموبايل وبتخليه عنده تواصل مع أشخاص تانين، بتساعده على الكلام، بتساعده على انه اللعب مع اطفال ثانيين، طريقه سلوك حتى السلوك بيكون حلو، بينما بده يضل مثلا على الموبايل بصير عنده عنف عنده عنده توحد بعالم هو خاص بهالشاشه هي. لما بيطلع مثلا زيارات بيطلع رحلات بيشتغل اشغال مع رفقاته مع امه مع ابوه، اعمال يدويه مكعبات، حتى هاي الشغلات كثير انا بنصح فيها انه خلي الام تفضي وقت للطفل حتى انه تلعب معه، وحتى كمان مثل ما قلنا تكون قدوه اهم شيء قدامه من شان لانه ما فيك تمنعي الطفل اليوم عن الموبايل او الشاشات لانه هو واقع مفروض، لكن طبعاً الاعتدال مثل ما قلتي مع الاهل والطفل. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا.